سيدات والسادة، كما تعلمون ينص دستور 2014 على أن لكل مواطن الحق في العيش على أرض الوطن في أمن وأمان، وكما جاء بالمادة 11 من الدستور أن الدولة تلتزم بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتضمن أيضا تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية ومتطلبات العمل، كما توفر الدولة الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة وكبار السن والنساء الأكثر احتياجا، كما نص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز. كما أن مصر كان لها السبق في الاهتمام بالحد من العنف القائم على أساس النوع عالميا، بداية بالتصديق على اتفاقية جنيف 1952 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 81، كما صدقت مصر أيضا على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990، ذلك بالإضافة أن مصر قد احتضنت المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 94، والذي شدد على ضرورة اتخاذ الدول كافة التدابير الكاملة للقضاء على جميع أشكال الاستغلال والإساءة والتحريض والعنف ضد النساء والمراهقين والأطفال. إيماء إلى كل هذا، فقد أولت الدولة ككل اهتماما خاصا بتلك القضية البالغة الخطورة لما لها من أثر كبير على مكونات المجتمع ككل. فعالميا تقدر أن نحو 40-70% من حالات قتل النساء تحدث من قبل الأزواج أو الشركاء، وتتعرض النساء أيضا للعنف الأسري بنسب تتراوح بين 21-37% خلال حياتهم. كما أن واحدة على الأقل من كل 3 نساء تتعرض للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس، كما لوحظ أيضا تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر. لذا فإنه في هذا الإطار تم تكوين اللجنة الاستشارية العليا التي أشرت لها مسبقا لإعداد دليل طبي متكامل للتعامل مع ضحايا العنف، وتتشرف وزارة الصحة والسكان أن تقدم لكم هذا الدليل الطبي المنظم للتعامل مع ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي يشمل أيضا تعريف متكامل لكافة أنواع العنف ودور مقدم الخدمات الصحية في الكشف عن تلك الاعتداءات بمختلف أنواعها والتعامل العلاجي معها، سواء علاج نفسي أو علاج طبي، والتوثيق والإبلاغ والإحالة لتلقي خدمات أخرى متخصصة. وإلى جانب دور هذه اللجنة الاستشارية العليا في وضع هذا الدليل، فقد كان لها توصيات جوهرية تم تبنيها من قبل وزارة الصحة والسكان وأيضا وزارة العدل فيما يخص حفظ أدلة الطب الشرعي لضمان تقديم حزمة الخدمات لضحايا العنف على أكمل وجه، ولحفظ حقوق الضحايا كاملة. ولعل أهم هذه التوصيات تدريب بعض مقدمي الخدمات الصحية على جمع أدلة الطب الشرعي في حالات الاعتداءات الجسدية فور وصولها للمنشأة الصحية لضمان سرعة تقديم الأدلة للنيابة حفاظا على حقوق الضحايا وإدراج وتعميم سجل لضحايا العنف الأسري بالمنشآت العامة والمستشفيات العامة، يتم من خلاله حصر كافة الحالات والخدمات التي تقدمت للضحايا والجهات الأخرى التي تم الإحالة إليها. السيدات والسادة، أشعر بالكل الفخر لوقوفي اليوم معكم على هذا الإنجاز الكبير، وأتوجه بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان ولكل أعضاء اللجنة وكافة القائمين على هذا المشروع، متمنيا لكم جميعا دوام التوفيق في أداء تلك المهمة الراقية في مكافحة كافة أشكال العنف والتمييز. شكرا والسلام عليكم.